ألبرت أينشتاين، الغباء هو فيه نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة. تغيير المدرب واش انحملت على اللاعبين طبنا به وطلع لنا في صحتنا، والحصيلة هي 8 ديال المدربين في عامين وزيرو لقب. للأسف بنادم باقي عنده الخبيزة في راسو وباقي كيجرو كومبو عرب في طلع ديال درهم. أنا أعطيك واحد المعادلة بسيطة، الماتش كونتر جديدة الكزاز كان في الفار في البيلانتي الأرجون بعد ما شدو مرموق من الشرطة. نفس الحالة بالضبط الماتش اللي بعدو الشماخ غادي يطل الشرط ديال موفين ما تيفلاش بيلانتي، والمشكل نفس الحاكم. كون كان غير شي حاكم اخر كنا غادي نكذبو على راسنا ونقولو كل حاكم والتقدير ديالو، لكن نفس الحاكم نفس اللقطة ضد الوداد حبس الماتش وطل 4-0 للبيلانتي، والفائدة الوداد خلاها داست بحال الا ما كاين والو. واللقطة جات في الدقيقة 87، يعني كنت سيف للبيلانتي كون خدينا 3 بوان، كون حنا الاولى في البطولة وكان كلشي غادي يكون فرحان وناض. لكن التحكيم حيد لك بيلانتي في الصدارة، وبلاص ما بلادي مخرج عينيه في هاد الشيء نايض باغي يفرتك الشمل. والمشكل كيسوقو كومبو اري اللي عندهم 18 الان، الفريق ديال الجلد ديالو تقريبا 90%، عندنا مدرب جديد باغي يخدم وكيدير كل ما في جهده ومازال جديد على البطولة وراه غادي في الطريق كيعيق بالقوالب ديالها والتمكرب اللي فيها. وكذلك اللاعبين جلهم جداد ما عمرهم لعبوا في هاد التلوث، قالوا خليو الكاري دي ماري راه والله نتقعد ونشدو الريتم بهاد السكواد اللي عندنا حتى غادي نعفطو على المشري كامل. لكن اولا خاصنا حنايا ما نهرسوش هاد الشيء ونمشيو على المبدا اللي اتفقنا عليه في البدايه ديال العام، اننا غادي ندعموا المدرب واللعابه ونكونوا في جنب الرئيس ونكونوا حنا الدور ديالنا هو ندافعوا على الفريق في الميديا ونشجعوا في التيران. نقطة رجع للسطر باش يكون الفيديو مفيد اكثر، غادي نخصصوا بعض النقاط الايجابيه اللي تزادت علينا مع مكوينا وهي اللي كتخليني نتفائل به كمدرب وبالسكواد اللي معاه. اولا هجوميا حنا ثاني اقوى هجوم في البطوله من بعد الجيش. ثانيا هو الدفاع، اي واحد غادي نسولو غادي يقول لي حق الدفاع عندنا ناقص، انا غادي نقول لك بالعكس راك غلط، عندنا منظومه دفاعيه قويه وقويه بزاف. الدليل انه ما تمارك علينا حتى شي بيت من كرات ملعوبين، بل كلهم بيلانتيات اللي جاوب سذاجه المدافعين واخطاء فرضيه. مرموق جوج بيلانتيات وشتا وحده والمحمدي وحده، اللي هي 4 ديال البيوت اللي تماركوا علينا جاو فقط من بيلانتيات، يعني ما تماركت علينا حتى شي كره وهي ملعوبه. هادو جوج ديال النقاط ايجابيه والله ما غادي تشوف شي واحد كيدوي عليهم وكلشي كيسوق لك غاما هو سلبي. ارى لا دابا السيستيم ديال اللعب ديال مكوينه اللي مبني على الكرات القصيره وتكوين ثلاثيات في كل بلاصه من التيران، وباش ما نرجعوش بزاف ارى لنا غير الماتش ديال السوالم في التمييز او لا في كاس عدن التمييز. الكره طلعت بقيصه في البالون من الشبكه حتى الافا سونتر تقول البارسا 2009 اللي لعبها. ارانا دابا نحللوا هاد اللقطه ونتعرفوا على السيستيم اللي كيلعب به مكوينه، ولا تبعتي معايا وفهمتي فراه اي ماتش غادي تركز مع اللعب اكثر وغادي تعرف الفكر ديال المدرب فين غادي وغادي تعرف الخدمه ديالو بالضبط. اولا الكره مع مكوينه كتلعب تكوين تريونغل بين لاعبين في اي بلاصه في التيران، اي لاعب كيشد الكره غادي تلقاه مكون مثلث مع جوج لعاب اخرين على الاقل، يعني كيكونوا عنده جوج خيارات فما فوق. هاد اللقطه بالضبط تلعبات وتطبقات بالحرف، وما يمكنش البالون يتلعب هكا ويوصل الشبكه هكا من الحارس حتى الافا سونتر الا وانهم ترينين عليها مزيان. هاد اللقطه كتبين الدور الكبير اللي خدام كيبنيه فيه مكوينه، ولكن الاعلام الخامج ما غاديش يبين لك هادشي وغادي يبين لك فقط ما هو سلبي باش يهرسوا الوداد. تطرق لهاد الامور الايجابيه باش نبينوا الفريق انه غادي كيخدم ديال بصح، والمدرب داير كل ما في جهده، خاصنا حنا ندعموه ونعاونوه ماشي العكس، وما يصوقوناش البراج بالطالعه الخاويه، راهو قرب اكثر حاجه خالع البيادق هو الوداد يفيق ويشد الريتم، مع هذا المدرب وبقياده الرئيس ديالنا ايتمنى، والسبيل الوحيد باش يهرس الوداد هو يدخل السوسه في عقل بعض الوداديين باش يبداو يهدموا هذا الشيء اللي راه هو فقط في طور البناء. رساله لاي ودادي، نسى الريزلتا، نسى الطالعه، شجع وصبر وثق بيا والله حتى غادي تفرح من بعد وغادي تفرح مزيان. هاد النوع ديال الفيديوهات كيحتاج البارطاج بزاف باش يوصل لاكثر عدد من الوداديين ويوصل حتى للرئيس والمدرب واللاعبين ويعرفوا اننا معاهم في المشروع
وغنستندوهم حتى الآخر رمق، في اتحاد قوة وفي تفرقة ضعف.